الجراف اللي ظاهر قدامي ده بيوضح الانفراستراكشر على مستوى انفايرومنت، سواء كانت مستوى انفايرومنت او بيئه كبيره او صغيره. كل اللي انا محتاجاه ان انا محتاجه ان انا امد كابلات واعمل او اوزع الديفايسز بتاعتي على مستوى المساحه اللي انا المفروض ان انا هغطيها، سواء بكابلات سواء كانت يو تي بي او فايبر، وفي الغالب هتكون فايبر في المساحات الكبيره. محتاجه ان انا اوزع الراوترز والسويتشز، محتاج ان انا كمان اوزع الديستريبيوشن سويتشز تحديدا. الديستريبيوشن ان هي بتجمع الاكسس سويتشز اللي بتكونكت اليوزرز ببعض. الفايبر كيبلز دي هي اللي بتستخدمها كابلينك ما بين السويتشات وبعضها. طيب الانفراستراكشر دي بعملها بان انا احفر في الـ وامد الكابلات الفايبر دي، بحيث ان انا استخدمها زي ما انا قلت عشان اوصل بين السويتشز وبعضها. الكيبلز دي بيكون ليها سرعات معينه، بيكون كمان بستخدم فيها الاس اف بي موديولز اللي بتدعم الكيبلز دي، بستخدم البايبس اللي انا همدي فيها الكيبلز، وببقى عارفه المسارات دي ومحدداها على المابس او على الخرائط اللي قدامي، بحيث انا ببقى عارفه المسار ده او الباص ده بيوصل ما بين انهي طريق. الجراف اللي ظاهر قدامي ده بيوضح الانفراستراكشر او الكيبلينج ما بين تو بيلدينج، ما بين مبنيين. في حالة الكونكشن مع أكثر من مبنى، وقتها أنا بستخدم على مجموعة من البيلدينج، سواء مثلا 4 أو 5 موجودين في مكان قريب من بعض، بستخدم وقتها الديستريبيوشن سويتش. في الحالة دي الديستريبيوشن سويتش هيجمع مجموعة من الأكسس سويتشز المجمعة أو الموجودة خلال المبنى. يعني المبنى ممكن يكون فيه أكسس سويتش 1 أو 2 أو 3 على حسب عدد اليوزرز. في الحالة دي وليكن خلينا نفترض ان كل فلور او كل دور بيغطي مثلا سي اكسس سويتش 1 أو 2، كل الاكسس سويتشز دي بتطلع بكابل فايبر اسمه أبلينك، بيتجمع كل ده بيوصل للديستريبيوشن اللي بدوره بيكون ليه فايبر كيبلز بتوصله مع الكور سويتش. فبالتالي اللي ظاهر قدامي هنا في كل فلور اكسس سويتش، يعني الراك ده فيه اكسس سويتش والراك اللي في الدور اللي فوقيه فيه اكسس سويتش. دور النتورك انجينير في الحاله دي ان هو بيمونيتور كل السويتشز دي، سواء كانت اكسس سواء كانت ديستريبيوشن او حتى كانت كور، وطبعا من خلال السويتشز دي بيقدر يوصل لليوزر اللي كونكتد على السويتشز دي ويعمل لها مونيتورينج، ويقدر كمان يعمل يتحكم في البيرميشنز اللي واصله على السويتشز دي.
تمام، وبالتالي بطبيعة الحال ان اليوزرز دي هتكون واصلة على الاكسس سويتش. زي ما ظاهر قدامي هنا في الجراف ده، انا عندي اكتر من بيلدينج. خلينا نفترض ان اللي ظاهر قدامي دي اريا، فالاريا اللي ظاهر قدامي بما فيها مجموعة البيلدينج اللي ظاهر قدامي، كل بيلدينج فيهم بيغطيه اكسس سويتش. انا هجمع الاكسس سويتشز الاربعه اللي ظهر قدامي دول بديستريبيوشن سويتش واحد، يعني الاربعه سويتشز دول على الرغم ان هما شايفين بعض من خلال ديستريبيوشن سويتش واحد، تمام. الديستريبيوشن ده بدوره هيبقى عندي اكتر من اريا، نفس الكلام اللي ظهر قدامي اكتر من اريا، فبالتالي كل اريا فيهم زي الاريا اللي ظهر قدامي هغطيها بديستريبيوشن سويتش واحد. طبعا انا مش بغطيها بالشاسيه واحد، انا بغطيها بتو شاسيه. التو شاسيه اقصد بيها تو ديفايسز، يعني الاثنين شبه بعض بيأكتوا او بالفانكشن بتاعهم وكأنهم ديفايس واحد. فلو احنا قررنا الاريا اللي ظهر قدامي دي 6 أو 7 مرات، هبتدي يبقى عندي 6 أو 7 ديستريبيوشن سويتشز، تمام. لو انا قررت الاريا اللي انا شفتها، يبقى عندي عدد ديستريبيوشن سويتشز زي اللي ظهر قدامي اللي هي الجرين دوتس اللي ظهر قدامي، هجمع كل دول واجمعهم كلهم بكور سويتش واحد بس. زي ما ظاهر قدامي انا عندي اللاير اللي هي الاكسس لاير، الديستريبيوشن لاير، والكور لاير. الديستريبيوشن لاير دي بتريبريزنت الاريا اللي انا شرحتها في السلايد اللي قبله او الجراف اللي قبله. الاكسس لاير او الاكسس سويتشز دي اللي بتغطي مبنى، ممكن فلور، الدور الواحد في المبنى يبقى عندي فيه اكتر من اكسس سويتش. وبعدها في النهايه الكور لاير اللي بيجمع كل السويتشز اللي ظهر قدامي. في الغالب الكور سويتش بيكون موجود في الداتا سنتر، ودور النتورك انجينير ان هو يعمل مونيتورينج وادمنستريشن وكونفيجريشن او حتى اي ابديت يحتمل ان هو نعمله على السويتشز دي. وطبيعه الحال اي سويتش سواء كان اي نوع الطيب بتاعه بيكون فيه مجموعه من الكيبلز. مكان السويتشز دي بتكون في الراك، وفي الغالب بتكون في الداتا سنتر. دي الراكس او دي سوري دي مجموعه الكيبلز اللي بتتجمع من كل البيلدينج المختلفة، بتصب في النهاية في الداتا سنتر. ده شكل او تصميم الداتا سنتر بصورة تسمح ان هي تجمع مش كابل او اتنين، الكيبلز اللي بتتجمع كلها من الديستريبيوشن سويتشز. اللي ظاهر قدامي ده عبارة عن بي سي، تو بي سيز، الاثنين واصلين على سويتشز. نوع السويتش اللي واصل عليهم البي سي من نوع اكسس سويتش، بينهم يا اما راوتر يا اما لاير 3 سويتش. وفي الغالب اللاير 3 سويتش اللي في النص اللي هو مكان الراوتر ده بيكون مسمى الديستريبيوشن سويتش. فبالتالي الديستريبيوشن سويتش او الراوتر لاير 3 اللي موجود في النص دوره ان هو يعمل انتر اكشن ما بين السويتش او اللان الاولى واللان الثانيه. لو تلاحظوا ان اللان الاولى اخذ الاي بي ادريسز 192.168.100.0، واللان التانية أخذ اي بي 10.10.10.0. distribution switch هو المسؤول عن اي interaction بيتم ما بين الاكسس سويتش رقم واحد والاكسس سويتش رقم اتنين. في حالتي دي الاكسس سويتش الاول كان في النتورك 192.168.100.0، والاكسس سويتش التاني كان في النتورك 10.10.10.0. بطبيعة الحال distribution هيكون الجيت واي للسويتش الاول والسويتش التاني. هنا خلينا نعرف الفرق بين السويتش تايبس. تايب اوف سويتشز ميبي ان هو يكون لاير 2 او لاير 3. لاير 2 يعني اكسس سويتش، لاير 3 ميبي ان هو يكون يا اما ديستريبيوشن او كور سويتش. اكيد دورهم ان هم يعملوا فوروردنج للفريمز ما بين ديفرنت ماك ادريسز في حاله اللاير 2. الظاهر قدامي في الجراف ده عباره عن لاير 2 سويتش. عرفت منين ان هو لاير 2 سويتش؟ هدخل على الكونفيجريشنز بتاعته، هدخل على السيتنج بتاعته، وفي الحالة دي عرفت ان هو بيأكت كلاير 2. وكمان باين من الجراف عندي ان انا استخدمته عشان اوصل بيه البي سيز، البرينترز، الكاميرات، بيأكت بين ديفرنت لانز. ميبي ان انا اكريت عليه لان واحدة، وميبي ان انا اكريت عليه اكتر من لان، تمام. في الحالة دي السويتش ده بيأكت في الداتا لينك لاير زي ما ظاهر قدامي، واتفقنا ان السويتش في الحالة دي بيكون بيأكت في لاير 2 او الداتا لينك لاير. السويتش في الحالة دي بيهاندل الماك ادريسز الخاصة بالبي سي، تمام. عشان كده بيكون عنده تيبل هو الماك ادريس تيبل. بناء على الاكسس ليست اللي بتتكريت على السويتش ده هيتم الانتر اكشن ما بين اللانز، وممكن نعمل بلوكج للانتر اكشن كمان.
طبعا كل سويتش بيبقى ليه different model، ولكن كلهم بيشتركوا في ان layer 2 switches ليها بتختلف عدد البورتس طبعا من موديل للتاني. كمان ليهم عامل مشترك ان هم بيعملوا connection multiple devices. الانتراكشن او الاكشن بتاعه بيكون هو في layer 2، وبالتالي بيهندل الماك ادرس تيبل. الماك ادرس تيبل ده اللي هو تجميعة الكونكتد ديفايسز على السويتش ده. طيب زي ما ظاهر قدامي في الجراف، انا هنا دلوقتي هقارن بين layer 2 switches والlayer 3. اول حاجة function في layer 2 switch ان هي بتتهندل الماك ادرسز، بتعمل انتر في لان كوميونيكيشن، بعكس layer 3 switch هي بتاكت كمالتي layer switch مسؤولة عن الراوتينج كمان مع الماك ادرس تيبل والراوتينج تيبل. في حاجة أو كونسبت هنتكلم عنه اسمه الفريم فوروردينج. عندي بي سي 1، بي سي اي، بي سي بي، بي سي سي. التلاتة بي سيز دول طالما هما كونكتد على السويتش، كل بي سي هيكون ليهم ماك ادرس، فبالتالي الماك ادرس تيبل هيتجمع على السويتش بكل الماك ادرسز المتعلقة بالبي سيز دي. طبعا الظاهر قدامي الماك ادرس بتاع كل جهاز، وكمان الاي بي ادرس الخاص بكل جهاز، كل ده هيظهر عندي في الماك ادرس تيبل. عندي السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس، بحيث ان انا لما اجي ابعت باكيت from A to C او العكس، هيبقى عندي السورس في الحالة دي هو الماك ادرس بتاع ال PCA، والديستنيشن هو الماك ادرس بتاع ال PC ال receiver. عندي switch models ممكن هو يكون من حتى الفاميلي بتاعته، ممكن هي تكون سيسكو زي ما ظاهر قدامي بفاميلي كتيرة، ممكن هي تكون اروبا، ممكن هي تكون HP. وبما ان انا مش بتعامل مع switch او اتنين، انا بتعامل مع فاميلي كبيره من السويتشز، بالتالي انا المفروض ان انا اهندل الكيبلينج الخاص بالسويتشز دي باستخدام كونسبت اسمه الباتش بانل. الباتش بانل بستخدمها عشان تنظم لي الكيبلز. الجراف اللي ظاهر قدامي ده بيوضح الكونكشن ان ديتيل، طبعا هنتكلم عن كل الكونكشن دي بتفصيل بعد شويه. هنا الجراف ده بيوضح الكونكشن ما بين الاكسس سويتش، ديستريبيوشن سويتش والكور. الفرق بين الجراف ده والجرافز اللي قبل كده ان انا مش عندي من الشاسيه غير اتنين، يعني انا عندي قبل كده ديستريبيوشن واحد بيوصل مجموعه سويتشز، لا انا عندي اتنين اتنين ديستريبيوشن بياكتوا كانهم واحد، اتنين كور بياكتوا كانهم واحد، الاتنين ديستريبيوشن واصلين مع الاتنين كور، وفي نفس الوقت الاتنين ديستريبيوشن واصلين مع كل اكسس سويتش. لو تلاحظوا كل اكسس سويتش طالع باتنين كابل مش كابل واحد. الشكل اللي ظاهر قدامي ده شكل تاني من الكونكشن ما بين اكتر من بيلدينج، طبعا باستخدام الديستريبيوشن سويتش. ده شكل الباكيتس، ده شكل الباكيت فوروردينج ما بين اي سويتش. طبعا الباكيت في الحاله دي هيكون ليها سورس، هيكون ليها ديستنيشن، هتمشي من خلال الفوروردينج تيبل الموجود على السويتش، من خلال السورس والديستنيشن الباكيت ستراكشر، هتعدي على انهي روت، هتعدي على اي انترفيس، كل ده بيحددوا الليبل الموجوده في الباكيت. طبعا ديستنيشن اي بي ادرس، السورس اي بي ادرس، الانترفيس اللي هتخرج منه الحالة دي سي مثلا فاست ايثرنت 0/1. ببساطة كل كل الباكت ستراكشر دي من بداية من السورس وصولا للديستنيشن ومرورا بالروتس الموجودة، كل ده بيغطيها الجزء الخاص بالراوتينج اند سويتشينج. الشكل الظاهر قدامي ده بيوضح الهوريزونتال ستاكينج او الديزاين اللي بيتبعه الكونسبت اسمه الاجريجيشن، ان انا بقى عندي تو ديفايسز، الديفايسز دول باستخدام كونسبت اسمه الاجريجيشن بياكت وكانهم ديفايس واحد، الديفايس منهم او جهاز منهم بياكت از ماستر والتاني بياكت از سليف. الحاله دي الاثنين بيكون في الداتا او الكونفيجريشنز اللي بتتعمل على السويتش الاول هي نفس الكونفيجريشنز اللي على السويتش الثاني، كل ده باستخدام الكابل اللي بيوصل ما بين التو ديفايسز دول وبيخليهم الاثنين ياكتوا وكانهم ديفايسز واحده. حتى الباكت لو جايه من السورس بتعدي على الديفايس الاول، ان كيس ان حصل فيلير الباص هيتنقل بطبيعه الحال على الديفايس الثاني، فبالتالي الباسز الباكتس كل حاجه بتتنقل على السويتشز سواء الاول او الثاني بيكون ذا سيم، لان التو ديفايسز زي ما قلت في البدايه بياكتوا وكانهم ديفايس واحد. ودي بستخدمها في حتة او في كونسبت اسمه الفولت توليرنس. اقصد ايه بالفولت توليرنس؟ انه بتلافي معدل الخطأ، لان اي خطأ بيحصل في ديفايس منهم انا مش هحس بيه، ان كيس ان انا عندي ديفايس تاني بيأكت ولي نفس الفانكشناليتي. تمام. هنا كمان الاجريجيشن تم على مستوى الكيبلز،
ان عندي بدل ما يبقى عندي كابل واحد يحصل فيه قطع، فبالتالي يحصل عندي قطع في النتورك، وبالتالي انا اتاثر او البيزنس نيدز تتاثر، يبقى عندي اجريجيشن ما بين تو كيبلز، بحيث ان لو قطع، لو حصل قطع في كابل منهم، الكابل التاني still up and running ومش هيحس ابدا اي يوزر موجود عندي في الشركة ان حصل قطع. فبالتالي انا عملت نوعين من الاجريجيشن، على مستوى الديفايس وعلى مستوى الكيبل، ان الديفايس الاثنين جمعتهم وكأنهم ديفايس واحد، والكابلين وجمعتهم وكأنهم كابل واحد. طبعا الاكشن ده بيتم على مش بس على اتنين، اقدر ان انا اضاعف العدد ده على حسب البروسيسنج وعلى حسب الاحتياج او البيزنس نيد. في الحالة دي انا عندي الاجريجيشن تم على مستوى layer 3 switches. في حالة الديستريبيوشن نفس الكلام اللي شرحناه، الاجريجيشن هنا تم سواء على مستوى الديستريبيوشن، تم على مستوى الكور، وكمان اقدر ان انا اعمل الاجريجيشن على مستوى الكيبل. كده انا قدرت ان انا استفيد، بدل ما عندي كابل واحد بسرعته او اللي هي 1 جيج، اقدر ان اجمع السبيد على مستوى الكيبلز، وبالتالي استفيد بضعف السرعة في حالة الاجريجيشن على مستوى الكيبلز. تمام. الجرافس اللي ظهر قدامي دي بتأكد نفس الكلام، انه الاجريجيشن ايه وجه الاستفادة منه في حالة نقل سواء configuration data او حتى processing data اللي بتتنقل ما بين ال processing data كباكت كيوزر داتا يعني. تمام. الداتا بتتنقل ما بين التو ديفايسز في حالة ان هما بيأكتوا as active او active standby، بتتم في ملي سكند، في جزء من الثانية، بحيث انه لو حصل كات او حصل فيلير على مستوى الباكت، اليوزر مش هيحس بده. الكونكشن ما بين الاكسس لاير والديستريبيوشن لاير والكور لاير، كل ده بيصب في النهاية لو نلاحظ اعلى الجراف، بيصب على الانترنت باستخدام الراوتر. بحقق نفس الكونسبت اللي هو الاجريجيشن على مستوى الراوتر، ان انا ما عنديش بس راوتر واحد، انا عندي راوترين. الراوترين دول في الحالة دي بيأكتوا وكأنهم راوتر واحد، وبعديهم هاتصل بالانترنت باستخدام فايبر كيبلز بتدعم السرعات العالية. ممكن انا اتواصل بالانترنت باستخدام كابر كيبلز، ولكن الكابر كيبلز بيبقى ليه سرعات معينة، لان الكابر كيبلز او الكابلات النحاسية بتدعم اقصى سرعة وهي 2 ميجا بت بير سكند. ولكن ان كيس مثلا انا عايزة انقل الانترنت على كابلات كابر محتاجة 6 ميجا، في الحالة دي انا هستخدم 3 كابر كيبل، كل كيبل منهم سرعته 2 ميجا. الجراف اللي ظاهر قدامي ده بيوضح الكونكشن بصورة اوضح على مستوى الديستريبيوشن. عندي 3 اريا، كل اريا، اريا 1 2 3، كل اريا غطيتها باتنين ديستريبيوشن سويتش، كل الاثنين دول بيأكتوا كأنهم ديستريبيوشن واحد. والكور نفس الكلام، عندي 2 كور سويتشز، الاثنين وكأنهم ديفايس واحد بيكونكتوا مع الاكسس سويتش، كل اريا منهم بتريبريزنت ديستريبيوشن سويتش. هنا بيوضح الباكت، الباكت ترافلينج ما بين ديستريبيوشن وديستريبيوشن تيم. في الداتا سنتر الجراف اللي ظاهر قدامي كمان اقدر ان انا اسميه كونسبت تاني اسمه السباين اند ليف. لو تلاحظوا هنا الستراكشر بتاع الباكت ما بين ديستريبيوشن واحد وديستريبيوشن اتنين في حالة حدوث فيلير للسويتش اللي ظاهر قدامي في النص ده. طب يا ترى الباكت ستراكشر في الحالة دي هتكون عاملة ازاي؟ طيب الفيلير ده ممكن يكون على مستوى الديفايس نفسه او على مستوى الكيبلينج. تمام. في الاكسس سويتشز اللي ظهروا قدامي دي، او في البداية قلنا في البداية ان وظيفتها ان هي تكونكت اليوزر، وفي الغالب بتكون الاكسس سويتش كل البورتس فيها بتكون من نوع UTP، بعكس الديستريبيوشن سويتش اللي هي ظهر في اعلى الجراف بيكون معظم البورتس فيها او كلها من نوع الفايبر اللي بدخل فيها الجيبج اللي بدعم بسرعات مختلفة على حسب الفاملي بتاعت السويتش. الديستريبيوشن سويتش على حسب عدد البورتس فيه، سي مثلا من 24 up to 50 وممكن اكتر من كده، فبالتالي الديستريبيوشن سويتش بيجمع عدد من الاكسس سويتشز بعدد البورتس فيها. تمام. فاللي ظاهر قدامي هنا في البيلدينج ده اكيد انا هغطيه باستخدام اكسس سويتش، وفي النهاية الاكسس سويتشز المتغطية في المبنى دي او في المبنى اللي ظاهر قدامي هجمعها مع مجموعة من البيلدينج التانية باستخدام ديستريبيوشن. فخلينا متفقين من البداية ان الانفراستراكشر اللي هشوفها خلال المبنى كلها من النوع اكسس سويتش. تمام.
الاكسس سويتش هي اللي هتغطي اي دور من الادوار اللي انا هشرحها خلال الانفراستراكشر دي، وفي النهايه هجمع كل الاكسس سويتشز دي مع مجموعه من البيلدينج التانية باستخدام الديستريبيوشن. طبعا الانفراستراكشر او الهيدن انفراستراكشر اللي ظهر قدامي مش بتجمع بس الكمبيوترز او اللابتوبس او حتى الافايا اي بي فونز، لا انا بستخدم الربط ده عن طريق الجيتس، عن طريق الكاميرات، كل دول بستخدمهم او بكون بعمل كونكشن عليهم باستخدام الاي بي ادريسز. تمام، كل الانفراستراكشر دي بعملها سواء في الفلور او تحت الارض او حتى في الاسقف، وكمان بغطي السنسورز باستخدام الاي بي ادريس. الاي بي ادريس ده المين بوينت اللي انا بعرف اوصل من خلاله لليوزر الموجود قدامي ايا كان الديفايس ده. طبعا اللي ظاهر قدامي هنا انا مش بس بكونكت البي سيز او حتى على مستوى الوارد، انا بكونكت كمان على مستوى الوايرلس، بيبقى عندي وايرلس تكنولوجي، ميبي ان هي تكون 3G، ميبي ان هي تكون مايكرويف او حتى واي فاي. كل الديفايسز دي في النهاية او الانفراستراكشر كونكشن الخاصة بالفلور اللي انا شرحته ده هتتجمع في النهاية بصورة ما ان هي تتجمع على اكسس سويتش. تمام، وبعيد عليها تاني اكسس سويتش او اكسس لاير. طبعا اللي ظاهر قدامي دي الهيدن انفراستراكشر اللي بتكونكت اليوزرز او بتكونكت الفلور اللي ظاهر قدامي ده. ده نوع الاكسس سويتش اللي بيجمع كل الانفراستراكشر اللي انا اتكلمت عنها. في الغالب زي ما ظاهر قدامي بتكون البورتس بتاعته من النوع يو تي بي. اقصد ايه بيو تي بي؟ اللي هي الكيبلز العاديه اللي بكونكت بيها على البي سيز الموجود عندي او اللابتوب. تمام، الاكسس سويتش ده في النهايه هيبقى جمع مجموعه من الاكسس سويتش زي مثلا 25 او حتى 50 هيتجمعوا بحيث ان انا امدهم على الديستريبيوشن، وهجمع بعدها في المرحله اللي بعدها مجموعه من الديستريبيوشن سويتشز وهجمعهم على الكور اللي موجود في الداتا سنتر. لو افترضنا ان السويتشين اللي ظاهرين قدامي فوق دول هما الديستريبيوشن سويتش والاربعه اللي تحت هما الاكسس سويتش اللي بدورهم بيكونكتوا مع اليوزر. طبعا انا في البدايه اديت هنت قلت ان الاثنين ديستريبيوشن سويتشز الموجودين في اعلى الجراف بياكتوا وكانهم سويتش واحد في كونسبت اسمه الاجريجيشن. بما ان السويتش اللي ظاهر قدامي دول كله كل البورتس بتاعته زي ما موضح بتدعم الفايبر كيبلز، فاكيد هفترض ان هو ده الديستريبيوشن سويتش. اقصد ايه بديستريبيوشن؟ اللي انا بجمع بيه عدد من الاكسس سويتشز. بعكس اللي ظاهر قدامي تحت السويتش رقم 3 ده لو تلاحظوا او البورتس بتاعته من النوع يو تي بي، فده بالتاكيد هو اكسس سويتش. ده الكونكشن على مستوى المبنى. كل اللي ظاهر قدامي دي من النوع اكسس سويتشز. طالما انا هجمع مبنى او اكتر من مبنى يبقى اكيد التجميعه النهائيه هتصب في ديستريبيوشن. يبقى على مستوى المبنى اللي بيوصله نوع من الاكسس سويتشز زي ما ظاهر قدامي، وفي النهايه هجمعهم باستخدام ديستريبيوشن باستخدام الفايبر كيبلز اللي هتصب عندي في الداتا سنتر. يعني ممكن الديستريبيوشن سويتش اللي انا هجمع بيه مجموعه المباني اللي ظهرت قدامي من شويه يكون مكانه موجود في الداتا سنتر اللي موجود هنا. يعني الكيبلز دي كلها انا جمعتها زي ما ظاهر قدامي، الكيبلز دي كلها انا جمعتها من خلال البيلدنج اللي انا ربطتها من شويه، هتكون متجمعه هنا في الداتا سنتر اللي موجود هنا في الراك اللي ظاهر قدامي. ادي تجميعه الكيبلز هتطلع على الداتا سنتر. طبعا انا هنا شرحت في الجراف 2 كيبلز بس، ولكن هم اكتر من كده على حسب عدد الاكسس سويتشز اللي هتتجمع. بعدد الاكسس سويتش هتلاحظوا عدد الكابلات اللي ظاهر قدامي. دي رسمه اوضح اكتر بتوضح عدد الكيبلز او عدد الفايبر كيبلز تحديدا اللي انا هجمعها من الاكسس سويتشز، وبتصب في النهايه على الديستريبيوشن اللي بدورها بتجمع كل الديستريبيوشنز على الكور سويتش. هي نوع من انواع الهيراركي في الديزاين عشان اسهل او اعمل سمبليفاي للمانجمنت لكل السويتشز دي بعددها. في الغالب بيكون عدد الاكسس سويتشز اعلى من الديستريبيوشن وبالتالي اعلى من الكور، لان في النهايه بيبقى عندي كور واحد بس او توشا سي بيأكتوا كانهم كور واحد بس. دي رسمة تانية بتوضح الانفراستراكشر بتتم ازاي او على مستوى الكونكشن كانفراستراكشر ما بين مبنى ومبنى. طبعا الانفراستراكشر زي ما وضحت في جراف قبل كده ان هو بتكون معمول لها بيز تحت الارض عن طريق مجموعة من البايبس بيبنتوا فيها الكيبلز دي. اللي ظاهر كمان قدامي هنا على الجراف ده ان انا مش بس بجمع لاين واحد من الاكسس سويتش. يعني لو افترضنا ان المبنى المجاور للمبنى اللي ظاهر قدامي ده كان من النوع كان في اكسس سويتشز، انا مش بجمع كابل واحد، انا بجمع اكتر من كابل. وقلنا اتفقنا ان عدد الكيبلز دي اللي ظاهر قدامي 3، لكن هما في الغالب مش هيكونوا 3، هيكونوا بعدد
البورتس الموجودة في الديستريبيوشن، سواء كانوا مثلا 24 أو حتى 50 بورت، تمام؟ فبالتالي ده طريقة مد الانفراستراكشر كيبلز اللي بتجمع الاكسس سويتشز، في النهاية بتتجمع على الديستريبيوشن. ومن شوية كمان وضحنا الكيبلز دي بتتم ازاي او بجمعها ازاي في الداتا سنتر. اللي ظهر قدامي ده زي ما واضح من النوع اكسس سويتش، عرفتها منين؟ عرفتها اول حاجة من الفاميلي، تاني حاجة عرفتها من البورتس، يعني معظم البورتس هنا من النوع يو تي بي، واكيد هي دي نفس البورتس اللي بدعمها اجهزة اليوزرز سواء كانت لابتوب او بي سي او حتى اي بي فون. امال ايه الجيبج اللي ظهر قدامي ده؟ هنلاحظ ان في النهاية عندي اربع بورتس، الاربع بورتس دول اللي بعمل اب لينك ليهم باستخدام فايبر كيبل على الديستريبيوشن. يعني البورتين اللي ظاهرين دول او الاربعة دول اللي انا بوصل عليهم الكيبلز اللي بتتوصل على الديستريبيوشن. طب باقي البورتس؟ باقي البورتس بوصلها على اليوزر. يعني الاتنين فايبر اللي ظاهرين قدامي دول بجمعهم على الديستريبيوشن سويتش، وباقي البورتس بوصلها على اليوزر. البورتين دول او الاربعة اللي كانوا ظاهرين دول هم دول اللي هعمل لهم امدهم في الانفراستراكشر او البنية التحتية، زي ما كان موضح في البيلدينج اللي قبل كده، هم دول الكابلات اللي هتمشي في البنية التحتية او في الانفراستراكشر بتاعتي لحد لما توصل للديستريبيوشن، ايا كان مكانه فين، سواء كان مكانه في مبنى قريب او مبنى بعيد على حسب عدد الكيلومترز اللي بتتغطى ما بين الاكسس سويتش ده والديستريبيوشن. يعني ممكن يمشي مسافة مثلا سي 4 كيلو او حتى 13 كيلومتر، تمام؟ السويتش اللي موجود فوق مع السويتش اللي تحت، الجراف ده بيوضح حاجة اسمها الاجريجيشن. انا قلت في البداية اديت هنت، قلت ان الاثنين سويتش ممكن هما يأكتوا كأنهم سويتش واحد عن طريق كونسبت اسمه اجريجيشن. هنا كمان ممكن الجراف اللي ظهر قدامي ده بيوضح كونسبت اسمه الابلينك، ازاي ان انا هوصل ما بين اكسس سويتش وديستريبيوشن سويتش عن طريق كيبل الفايبرز. مش احنا اتفقنا ان الكيبلز دي هتمشي في مسارات بعيدة عشان توصل للديستريبيوشن؟ هنا بس في الجراف ده بيوضحها بصورة مبسطة، ان اكيد في النهاية هتوصل بطبيعة الحال عشان توصل سويتش بسويتش، سواء كانت المسافة دي قصيرة او بعيدة على حسب المسافة ما بين التو سويتشز دول. هنا عندي الاتنين سويتش اللي ظاهرين فوق دول بيأكتوا كأنهم سويتش واحد. السويتش اللي تحت واصل باتنين ابلينك مع السويتش اللي على الشمال فوق وعلى اليمين فوق. لو حصل في اي وقت من الاوقات ان اللينك دي حصل لها فيلير، اللينك التانية ستيل اب اند رانينج. ليه؟ لان في الحالة دي الاتنين سويتش اللي فوق بيأكتوا كأنهم سويتش واحد. اللينك دي طريقة توصيلها ازاي؟ عادي بكيبل زي ما ظاهر قدامي ما بين السويتش ده والسويتش ده. الاتنين كيبل الفوق مع الاتنين كيبل اللي تحت، هما دول الابلينك ما بين التو سويتشز. الاتنين ابلينك اللي فوق بيأكتوا كأنهم لينك واحدة، والاتنين اللي تحت وكأنهم لينك واحدة، بحيث لو حصل في وقت من الاوقات فيلير لأي لينك منهم، التانية ستيل اب اند رانينج وشغالة تمام. ده شكل الجيبج. الجيبج ده اللي بيحول من إشارة إلكتريكال لأوبتيكال، بيحول من إشارة كهربية لإشارة ضوئية، لأن في الغالب اللي بتوصل على الجيبج دي كابلات فايبر، وكابلات الفايبر مش بتنقل إلكتريكال سيجنال، لأ بتنقل أوبتيكال سيجنال أو إشارات ضوئية. فالكونفرتر ده بيحول ما بين الإلكتريكال أب تو أوبتيكال سيجنال. ده شكل الجيبج لما وصلته ما بين السويتش الأول والسويتش التاني. الباتش كوردز دي من نوع الفايبر طبعا، ممكن هي تدعم سرعات مختلفة، يعني من ناحية هنا كانت 100 جيجا بت بير سكند، ومن ناحية قسمتها 1 تو 4 25 جيجا بت بير سكند. الجيبكس دي او الباتش كوردز دي بتدعم اطوال مختلفة وسرعات مختلفة. الاطوال طبعا بتبدأ من سي مثلا 100 متر اب تو ممكن هي تعدي الكيلومتر، تمام، او اكتر. طبعا هنا السرعه from 100 جيجا بت بير سكند اب تو 100 جيجا بت بير سكند، وطبعا في الحاله دي بستخدم جيبج الكومباتبل مع السرعات دي. هنا ممكن يبدا من 1 متر اب تو 2.5 متر، وطبعا السرعات الكومباتبل معاها هنا وصل ل 3 متر. ده نوع الكيو اس بي موديولز بيدعم الاطوال دي مع السرعات دي. هنا نوع مختلف اهو، بيدعم من سرعه 40 جيجا اب تو 1 جيجا. هنا بيعمل نوع من انواع السبليتنج، بيجيب السرعه المجمعه وبيقسمها بيعملها سبليت، يعني بيكونكت سويتش مع اربع سويتشين او سويتش مع سويتشين، تمام. بستخدم في الحاله دي الجيبجز المناسبه بالسرعات المناسبه بالاطوال المناسبه، وكمان بستخدم نوع السبليتر المناسب. هنا عمل السبليتنج اهو على مستوى سويتشين، تمام. هنا في الغالب اللي ظاهر قدامي ده
ديستريبيوشن سويتش، لان زي ما واضح كل البورتس الموجوده فيه من النوع او فايبر بدعم الفايبر. البورتس دي بتختلف طبعا من سويتش فاميلي لسويتش فاميلي تانية على حسب السويتش. بدخل اشوف ايه هي الجيبكز المناسبه للسرعات دي، ايه هي الجيبكز المناسبه للسويتش، وبناء عليه بناء على الفاميلي ابتدي اشتري الجيبكز المناسبه، وكمان بشتري الباتش كوردز المناسبه. في الغالب كل التجميع اللي انا شرحتها دي بتتجمع في الصوره اللي ظهر قدامي، بجمع اليوزرز بالبي سيز بتاعتهم بالسيرفرز، بوصلها على الاكسس سويتشز، وبعدين الديستريبيوشن سويتشز، وبعدين الكور، وبعديها الراوتر. دي رسمه المجمعه اللي بتجمع النتورك كلها بما فيها ديستريبيوشن، بما فيها كور، بما فيها اكسس. دي بقى هتيجي هنا فايده الاجريجيشن، بحيث ان لو حصل فيلير لاي نتورك اوريدي انا عندي باك اب باس اقدر ان انا استخدمه في الحاله دي في حاله حدوث الفيلير، الى ان ابتدي احل البروبلم دي واعملها ترابل شوتينج مناسب. خطوات الترابل شوتينج طبعا بتكون على مستوى الشاسيه نفسه وعلى مستوى اللينكس اللي بتوصل ما بين الشاسيز وبعضهم. على مستوى الشاسيه نفسه ممكن انا استخدم التكنيك اللي هو اكتف او اكتف ستاند باي، ان لو عندي السويتش اللي على الشمال ده حصل له فيلير، السويتش اللي على اليمين ستيل اب اند رانينج. ليه؟ لانه لو تلاحظوا ان الشبكه فوق وتحت وصله بمسارين، فلو حصل فيلير لاي باص منهم ستيل الباص التاني تمام وشغال. نفس الكلام على مستوى اللينكات، لو حصل فيلير لاي لينك زي ما ظاهر على اليمين اللينك على الشمال ستيل اب اند رانينج. دي الكونكشن على مستوى الراك. ممكن ان انا في وقت من الاوقات يبقى عندي السويتشات سواء اكسس او ديستريبيوشن موجودين مع بعض في نفس الراك، او ممكن يكونوا في راكس مختلفه. دي الكونكشن سواء على مستوى الفايبر كيبلز اللي هي الظاهره باللون اللون اللبني، واليو تي بي اللي هي الظاهره باللون الازرق. طبعا كل الليبلينج دي بتتعامل على مستوى، او كل الكيبلز بتتعامل على مستوى اي بي ادريسز. تمام، الاي بي ادريسز دي ممكن انا ممكن انا اتعامل مع التو سويتشز اللي ظاهرين قدامي باي بي واحد او بتو اي بي ادريسز مختلفه. هتعامل معاهم باي بي ادرس واحد في حاله ان انا عملت اوريدي الاجريجيشن ما بينهم. فبالتالي طالما انا ما عملتش الاجريجيشن هستيل بتعامل مع كل سويتش ما بينهم بلي يونيك اي بي ادرس بتاعه. تمام، ففي الحاله دي لو التو سويتشز دول ستيل كل واحد فيهم بياكت وكانه يونيك سويتش مستقل ملوش اي علاقه بالسويتشز الثانيه، هديله مثلا 192.168.1، والسويتش اللي تحتيه هديله 192.168.2. هما ستيل في نفس الفيلان، ولكن كل سويتش منهم ليه يونيك اي بي ادرس ملوش علاقه بالسويتش التاني. الى ان يحصل لهم اجريجيشن، وقتها بقدر اكسس التو سويتشز دول باي بي ادرس واحد. تمام، في الحاله دي بسمي الادرس الاي بي ادرس اللي هاكسس بيه التو سويتشز دول بسميه هاي افيلابيليتي ادرس. طبعا الرسمه دي بتوضح او بتجمع كل اللي انا قلته، ان مستوى الكونكشن مش بيتم على مستوى مبنى واحد او مبنيين، بيتم على مستوى اريا كبيره. هفترض ان انا هجمع الاريا اللي ظاهره قدامي دي كلها بديستريبيوشن سويتش واحد، هكرر نفس الاريا دي مره واثنين وثلاثه اب تو مثلا 7 مرات، يبقى عندي 7 ديستريبيوشن سويتشز. السبعه دول بجمعهم كلهم بكور سويتش. الكور سويتش ده ان كيس ان لا قدر الله حصل له فيلير، معنى كده ان الانفايرومنت بتاعتي كلها وقعت، لان الكور سويتش من اسمه الكور او عصب النتورك عندي، فلو حصل له فيلير خلاص كل النتورك بتاعتي بقت وكانها مش موجوده، يعني الانفراستراكشر وقتها بتقع. هنا كمان لو تلاحظوا ان انا عندي اقدر ان انا العب في ديزاين خاص بالنتورك. طبعا كل ده مش وهي مش موجوده لايف، يعني مش هاجي استنى لما اليوزرز يكونوا شغالين وابتدي اغير في الديزاين، لا، اي تشينج بيحصل على مستوى النتورك بعمل حاجه اسمها داون تايم. داون تايم ده بيكون متحدد مسبقا ومعروف الداون تايم ده هيتم مثلا هيقعد في من 10 دقائق اب تو ساعتين. تمام، ببقى عامله معرفه اليوزرز بده. تمام، خلينا نفترض ان اللي ظاهر قدامي ده فوق خالص هو ده الديستريبيوشن سويتش اللي بيجمع الاكسس سويتشز اللي ظاهره على مستوى البرانشز. طبعا اللي ظاهر قدامي ده كونسبت تاني اسمه في بي ان، ولكن هتكلم عنه في ليكتشر خاصه بالسيكيورتي لوحده. فاللي ظاهر فوق ده ديستريبيوشن بيجمع حوالي 3 اكسس سويتشز. تمام، الكونكشن دي هتكون من النوع فايبر كيبلز على مستوى مثلا خلينا نقول المسافه ما بين الاكسس سويتش والديستريبيوشن بتبتدي زي ما قلنا ممكن هي تبدا من كيلو اب تو 13، او بتدعم مسافات اكبر من كده. اللي بيتحكم في المسافات اللي بتوصل ما بين الديستريبيوشن والاكسس سويتش حاجتين، اول حاجه الجيبج
الجيبج هي سرعته كام وبيدعم مسافات كام، وبناء على المسافة ما بين السويتش الأول والتاني هبتدي أختار الجيبج المناسبة من الناحيتين والأطوال المناسبة اللي طبعا أكون عاملة لها انفراستراكشر أو حفرة لها كبنية تحتية ما بين السويتشين وبعض. تمام، يبقى اللي بتحكم في الأطوال حاجتين، الجيبج اللي في السرعة اللي بوصله على السويتش الأول والسويتش التاني. طبعا اللي ظهر قدامي ده فاميليز كتيرة من السويتشز، سواء كانت اكسس سواء كانت ديستريبيوشن سواء كان كور، وفي مرحلة من المراحل انا هتعلم ازاي ان انا اعمل الديزاين ده. تمام، بيبقى عندي مجموعة من الروتس ما بين السويتشز وبعضها، ايزر ان انا بستخدم يا اما ستاتيك راوتينج يا اما دايناميك راوتينج. اللي ظاهر قدامي ده طبعا نوع من انواع الستاتيك راوتينج كومنز، بحدد فيها السورس منين والديستنيشن منين، ان كيس ان انا عندي باكت عايزه اتنقل من مكان لمكان تاني وقتها هاجي على الروت واقول اي بي روت من السورس. وطبعا في الحاله دي بختار حاجه اسمها الماسك، وشرحها بالتفصيل هيكون في ليكتشر خاص براوتينج اند سويتشنج. والظاهر قدامي ده مجموعه من الاكسس سويتشز، الاكسس سويتشز بتتوصل مع اكسس سويتش تاني عن طريق حاجه اسمها ترانك. الترانك دي ممكن يبقى ليها تو فانكشن، ممكن الاربعه سويتشز دول بياكتوا كانهم سويتش واحد، وممكن انا بستخدمها عادي ان انا بنقل الداتا ما بين تو سويتشز. الترانك دي زي ما ظاهر قدامي هي اللي عملت لها colored with blue، ده عندي بتوصل مجموعه من الفيلانز زي مثلا فيلان 3 فيلان 2 فيلان 1. تمام، الكونكشن ما بين الاكسس سويتش والديستريبيوشن سويتش زي ما ظاهر عندي لاير 2، الاكسس سويتش بياكتف لاير 2 والديستريبيوشن سويتش بياكتف لاير 3. هنا عندي الترانك بوردز نقلت 3 فيلانز ما بين السويتش الاول والسويتش الثاني، بتتنقل بصوره تاجد. اقصد ايه بكلمه تاجد؟ يعني الباكت ستراكشر زي ما ظاهر قدامي بيتحط عليها باكتس زياده بتسميها بتتكون من 4 بايت، بتحدد السويتش الاول بتنقل من فيلان كام لفيلان كام. تمام، فبالتالي وانا بعمل كونفيجريشن للسويتش اللي هو طبعا لاير 2 اللي هو الاكسس سويتش، بحدد ايه هي ترانك بوردز دي، بختارها من السويتش واحدد هي رقمها كام واحدد ان هي نوعها ترانك، بعكس باقي البورتات الموجوده على السويتش بتكون من النوع اكسس او هايبريد. فبالتالي الاكسس بورتس دي ممكن انا اوصل عليها يوزر اللي هو كمبيوتر او لابتوب عادي، ممكن انا اوصل على نفس البورت اي بي فون وبي سي. فبالتالي في وقتها الحاله دي البورتس اللي وصل عليها البي سي والاي بي فون هتكون من النوع هايبريد، لان هي بتشتغل اتنين فيلان مختلفه. تمام، ادي الترانك بورتس، ترانك بورتس بتوصل تو سويتشز مع بعض او في حاله الاكسس سويتش مع الديستريبيوشن سويتش، بعكس البورتس الباقيه اللي هي الهايبريد او الاكسس اللي بتوصل زي مثلا فيلان 10 او باقي الفيلانز اللي ظاهره قدام. دي رسمه بتوضح الترانك بورتس اللي بتستخدم البروتوكول 802.1Q ما بين السويتش اللي على اليمين والسويتش اللي على الشمال. تمام، دي بتوضح الكونسبت الستاكينج، يعني عندي اربع سويتشز كانوا بياكتوا كسويتش واحد، لو حصل فيلير الباقي السويتشز هتستيل اب اند راننج، وفي الغالب بيكون تجميعة السويتشز دي بتاكت وكانها سويتش واحد. دي طريقه الاي ار اف او ربط السويتشات مع بعض بحيث ان في النهايه هتتوصل وتبقى كانها سويتش واحد. طبعا مش بتتم على مستوى فيزيكال ان هي توصيل وخلاص، لا بقى بوصل كيبلز، ولكن بيبقى في مجموعه من الكونفيجريشنز بدخل بستخدمها بايدي ككوماند لاين او بكتبها بايدي ككوماند لاينز. في النهاية بعد ما اعمل الكوماند لاين والتوصيلات الفيزيكال بتأكد ان السويتشز اللي ظهر قدامي دي وكأنها بتأكت كسويتش واحد. يبقى انا كنتورك ادمن دوري ان انا اوصل السويتشز دي مع بعض، وفي نفس الوقت بعمل مجموعة من الكوماند لاينز عشان اعمل اجريجيشن سواء على مستوى الشاسيه كديفايس نفسه او على مستوى البورتس زي ما ظهر قدامي. تمام، وقلت ان في النهاية ان الاهم فانكشن من الاجريجيشن على مستوى البورتس ان هي بتعمل فول تولرنس او بتقلل مستوى الخطأ لو حصل فيلير لأي بورت. التو بورتس دول لو حصل فيلير لأي بورت منهم البورت التاني ستيل اب اند رانينج. الاجريجيشن ده بيتم سواء على مستوى الفايبر كيبل زي ما ظاهر قدامي او على مستوى اليو تي بي، يعني انا اقدر اعمل اجريجيشن مش بس على مستوى فايبر، اتنين فايبر في السويتش واكتو كانهم فايبر واحد، لا واقدر كمان ان انا اعمل اجريجيشن على مستوى يو تي بي، ان انا اجيب اتنين يو تي بي كيبلز واوصلهم واعمل اجريجيشن وهما في النهايه هيتموا كانهم بورت واحد. تمام، واقدر كمان ان انا مش هعمل اب لينك من سويتش لسويتش باستخدام فايبر بس، اقدر ان انا اعمل اب لينك لسويتش تاني باستخدام كمان الكيبلز اليو تي بي.
طبعا انا كنتورك ادمن ابقى محدده طبعا في الكونفيجريشنز انا هعمل الاب لينك دي، هل هعملها باستخدام الفايبر كيبلز وهل انا هعملها باستخدام اليو تي بي كيبلز. وطبعا في النهايه لو هستخدم الفايبر مش هستغنى عن الجي بيجز اللي ظهر قدامي. قلت الجي بيجز دي بتكون انواع كتيره، ممكن هي تكون ام سي ال سي او اس سي او ام بي او. في النهايه اللي بيكون الفيصل عندي في اختيار نوع الجي بيج هو السويتش نفسه، فانا بناء على السويتش نفسه احدد هل هو الجي بيج ده كومباتبل معاه ولا لا بالسرعات المناسبه. يعني ممكن اختار جي بيج بيدعم مثلا سرعه 50 جيجا وفي الاخر بعد ما اشتريه اكتشف ان السويتش اللي انا اشتريته عشانه مش بكومباتبل اصلا ومش هيقرا السرعه دي. فلازم في النهايه اشوف السويتش اللي قدامي الجي بيج اللي ظاهر قدامي ده هل هو كومباتبل معاه، هل هو بيدعم سرعات بدايه من كام لكام، وهل لو انا اختاره تمام كومباتبل معاه. يعني ممكن في وقت من الاوقات اختار جي بيج من فاميلي تانية خالص وفي الاخر اكتشف ان هو كومباتبل تمام، لو كده يبقى تمام. ففي النهايه اضمن ان انا اختار جي بيج من الناحيتين. يعني اقصد ايه من الناحيتين؟ انا هوصل في النهايه سويتش بسويتش، فبالتالي اروح اختار جي بيج من السويتش الاول وجي بيج من السويتش التاني بحيث ان الاتنين يكونوا يشوفوا بعض ويكون السرعات لحد ما متشابهه عشان السويتشين يشوفوا بعض. ما اروحش اختار جي بيج من السويتش الاول وجي بيج من السويتش التاني وفي الاخر الاتنين ما يشوفوش بعض، وما اروحش اختار كمان جي بيج اوصله على سويتش ما بيدعموش اصلا تمام، لان كل سويتش بقى ليه سرعات مختلفه بقى ليه الجي بيجز المناسبه. ده نوع من انواع الكونفرتر، ان انا اقدر اوصل سويتش من على الشمال باربعه سويتشز كمان تمام. دي الكونكشن اللي اتكلمت عنها في البدايه اللي هي بنسميها السباين اند ليف، عشان اوصل الكور، اوصل الديستريبيوشن، اوصل الاكسس سويتشز، واوصل في النهايه للديزاين بتاعتي، وابقى عملت او وصلت انفايرمنت كامله باستخدام مجموعه من السويتشز. هنا هو كل مره كل الجرافس دي بتوضح الجي بيجز المناسبه من الناحيتين تمام. اختار جي بيج من النوع من السويتش الاول كومباتبل او مناسب ان انا اوصله مع السويتش الثانيه. وطبعا السرعات زي ما اتفقت لازم تكون مناسبه للسويتش ومناسبه من الناحيتين. يعني ما ينفعش ان انا اتكلم لغه والشخص اللي قدامي بيتكلم لغه تانية، ما ينفعش ان انا اتكلم بسرعه والشخص اللي قدامي مش متقبل السرعه اللي انا بتكلم بيها. لازم تكون السرعات مناسبه من الناحيتين، اللغه متشابهه من الناحيتين. نفس الكلام على مستوى الجي بيج، لو بوصل سويتشين مع بعض لازم اضمن ان الجي بيج يكون كومباتبل مع السويتش، السرعه مناسبه من الناحيتين. ما ينفعش مثلا ان انا اتكلم السويتش بسرعه 10 جيجا ومن الناحيه الثانيه بتكلم بسرعه سي 100 جيجا، مش هيكون في مس اندرستاندينج، هيكون في مس ماتش في السبيد ما بين الناحيتين. لازم السرعه تكون كومباتبل من السويتش الاول والسويتش الثاني. الرسمه اللي ظاهره قدامي دي مجموعه من الاكسس سويتشز مع الديستريبيوشن سويتشز. طبعا في حاجتين، الرسمه اللي فوق بتوضح على مستوى الفيزيكال والرسمه الثانيه بتوضح على مستوى اللوجيكال. اقصد ايه بكلمه فيزيكال واقصد ايه بكلمه لوجيكال؟ فيزيكال ان انا بوصل بايدي كابلات فعلا بيبقى ده اللي انا شايفاه، لكن لوجيكالي بيبقى اللي ظاهر قدامي حاجه والمفروض اللوجيك الخاص بتقسيمه الفيلانز التوصيلات بيبقى حاجه تانية تمام. فمش اي حد يقدر ان هو يبص للرسمه يفهم الكابل ده رايح منين، الاند بوينت بتاعته الاولى ايه والاند بوينت الثانيه بتاعته ايه. فالرسمه اللي فوق واللي تحت بتوضح على مستوى الفيزيكال واللوجيكال او الفيرشوال تمام. هنا عندي مجموعه من الفيلانز 10 و20 و30، عندي 4 بي سيز اي بي سي دي، عندي 2 اكسس سويتشز وعندي 2 ديستريبيوشن سويتش. طبعا لو تلاحظوا ان التو ديستريبيوشن التو اكسس سويتشز عندي في ابلينك بتوصل ما بينهم، التو ابلينك دي بتوصل ما بين سويتشين باستخدام مجموعه من الترانك بوردز، والبورتس اللي واصله على البي سي اتفقنا ان هي تكون اكسس. تاني البورتس اللي واصله على البي سي هتكون من نوع اكسس، والبورتس اللي ما بين السويتشز وبعضها هتكون من نوع ترانك. نفس الكلام البورتس اللي واصله ما بين الاكسس سويتش والديستريبيوشن سويتش هتكون من النوع ترانك تمام. يعني التو سويتشز دول بيأكتوا كانهم سويتش واحد، او سيناريو تاني انه السويتش الاول عدد البورتس فيه خلصت فاضطريت ان انا اعمله اكستند بورت بسويتش تاني، فبالتالي عملت الاكسس عملت الترانك بورتس ما بين السويتشين عشان ازود عدد البورتس اللي فيها، وفي النهايه عملت ابلينك ما بين السويتشين دول مع الراوتر او الديستريبيوشن سويتش اللي ظاهر قدامي. واتفقنا ان انا عندي السويتش اللي ظاهر قدامي عليه 3 فيلان، فيلان 10 وفيلان 20 فيلان 30، ومفيش اي فيلان منهم هتقدر تكلم الفيلان التانية الا لو انا سمحت بده من خلال السويتش. يعني انا بعد ما كاريت الثلاثة فيلانز دول على السويتش
الفيلان الاولى مش هتقدر تكلم الفيلان التانية الا من خلال الكونفيجريشنز اللي انا بعملها على السويتش. ممكن هما يكلموا بعض من خلال نفس السويتش لو انا كريتهم على نفس السويتش، او من خلال الديستريبيوشن. يعني انا بدخل اكريت الفيلانز دي مثلا، يعني بكريتها على ديستريبيوشن سويتش، والفيلانز دي بتكلم بعضها من خلال الديستريبيوشن. طبعا وانا بعمل مانجمنت للاكسس سويتش بستخدم مجموعه من البورتس. البورتس دي ممكن ان هي تكون ممكن هي تكون تاجد او ان تاجد، ممكن هي تكون اكسس، ممكن هي تكون ترانك. في الغالب البورتس اللي بوصلها مع اليوزر بتكون هايبريد او اكسس، على حسب هل هي توصل ببي سي بس او هتوصل ببي سي واي بي فون. وفي الغالب البورتس اللي هي الفايبر بتكون من النوع ترانك وبتكون تاجد. الفايبر بورتس بتوصل او بتعمل ابلينك لكل الفيلانز اللي انا عملت لها كرييشن على السويتش، وبنقلها للسويتشز التانية عشان السويتشز او الفيلانز دي تقدر ان هي تتكلم مع فيلانز موجودة على السويتشز التانية. تمام. وعلى حسب كمان الكونكشن ببتدي احدد النوع البورتس اللي هتكون يا اما تاجد او انتاجد، او هتكون ترانك او اكسس او حتى هايبريد، وبعمل كل ده بالكونفيجريشن وعلى المستوى الفيزيكال كمان. وفي النهاية هقدر ان انا اوصل كل السويتشز دي بصورة ان يحصل انتراكشن اليوزر الاول مع اليوزر التاني، او السويتشز كلها تكون شايفة بعض من خلال الانفراستراكشر اللي انا عملتها، ومن خلال الكونفيجريشنز اللي انا عملت لها بيرميشن على مستوى السويتشز ككونفيجريشن، يعني سواء كانت سي ال اي او حتى جي يو اي. ظاهر الجراف ده بيوضح او كأنه شكل الداتا سنتر بتقسيمة الكور سويتش بالديستريبيوشن سويتش اللي ظهر قدامنا، بالراوترز اللي بقدر من خلالها ان انا اكسس الانترنت، وكمان الاكسس سويتش. خلينا ناخدها من اللير الاولى. اللير الاولى اللي ظهر قدامي دي الاكسس سويتشز، بعديها الديستريبيوشن سويتش، وكل ديستريبيوشن بيجمع مجموعة من الاكسس سويتشز زي ما ظهر قدامي 5 ديستريبيوشن سويتش والاكسس سويتشز الكونكتد معاه. دي اشكال مختلفه للديستريبيوشن سويتشز، السيسكو نكسس والفاميليز كلها الموجوده. الكور لاير ديفايسز ممكن هي تكون كاتاليست بالفاميلي اللي ظهر قدامي دي كلها. دي فاميليز كتيره جدا وكلها بيلونج للسيسكو سويتشز. طبعا في ديفرنت فيندرز، ولكن دي الاكزامبلز على الكور سويتش لشركه سيسكو. دي السيسكو راوترز، دي 52 و21. الجراف ده هوضح بالتفصيل اكتر الفرق بين او كونكشن ما بين الاكسس سويتش والديستريبيوشن والكور. طبعا الاكسس سويتش اتفقنا، او الاكسس لاير بتاكت في لاير 2، ديستريبيوشن سويتش بتاكت از لاير 3 سويتشز، والكور سويتش بيأكت كمان في لاير 3، ووظيفته ان هو يكونكت الديستريبيوشن سويتشز. في حالتي دي انا عندي كور سويتش، 2 كور سويتش بيكونكتوا 6 ديستريبيوشن، كل ديستريبيوشن منهم 2 يونت او 2 شاسي. تحت كل ديستريبيوشن سويتش ميبي ان انا يكون عندي 100 اكسس سويتش، وطبعا كل اكسس سويتش منهم اخد ابلينك ب2 فايبر كيبل. طبعا هنا بيشاور لي في الجراف ده على اللاير 3 سويتشز سواء كانت كور او حتى ديستريبيوشن، والاكسس سويتش زي ما احنا شايفين واصل ب2 ابلينك. دي رسمه مجمعه لكل السويتشز او كل الكونكشن على مستوى الانفايرمنت. ممكن الكونكشن دي تكون مش بس على مستوى دي بي اي، ممكن ان هي تكون زيها بالظبط على مستوى اريا كبيره زي مدينه مثلا. الاكسس سويتش مش بس ان انا بستخدمها عشان اكونكت بيها الكمبيوترز او البي سي زي ما ظاهر قدامي، انا بستخدمها عشان اكونكت بيها برينترز او حتى اي بي فونز. تمام. ولو هزوم اكتر او اعمل زومينج على الديستريبيوشن هلاحظ ان الاكسس سويتش طالع ب2 ابلينك، ابلينك على اليونت الاولى في الديستريبيوشن وابلينك على اليونت الثانيه في الديستريبيوشن، بحيث ان لو حصل اي قطع على مستوى اي كيبل من الابلينكات دي، واللي في الغالب بتكون فايبر، فبالتالي السويتش هيبقى ستيل اب اند رانينج ومفيش اي كوربشن هيحصل في الكونكشن الموجوده، فبالتالي الكونكشن ستيل اب اند رانينج. زي ما ظاهر قدامي كمان ان الكور سويتش مش عندي يونت واحدة بس، انا عندي 2 يونت. لو تلاحظوا انه كل ديستريبيوشن طالع منه 2 كونكشن، 2 على اليونت الاولى في الكور و2 على اليونت التانية في الكور.
بعديها المفروض ان انا هطلع على الراوتر على الانترنت من خلال الراوترز. تمام، الرسمة دي بوضح فيها اكتر نفس الكونسبت اللي انا قلته، ولكن هنا بقول ان الاكسس سويتش بتاكتف لاير 2، بعمل عليها كرييشن للفيلان. لو تلاحظوا ان في الاكسس سويتش اللي في الديستريبيوشن الاول عايز انتراكت مع الاكسس سويتش اللي في الديستريبيوشن الثاني، طبعا الكونكشن في الحالة دي هتتم من خلال الكور، لانه الكونكشن بين ديفرنت ديستريبيوشن هتتم من خلال الكور. تمام، عندي كمان على الكور مش بس الديستريبيوشن سويتشز، انا كمان بكونكت عليها الفاير وول. الفاير وول دي ممكن انا عندي اكتر من لاير كمان، وهتكلم عليها في ليكتشر منفصلة خاصة بالسيكوريتي. ايه الفرق بين كل جراف من دول؟ الفرق بين الجرافز دي ان انا عندي الاكسس لاير اللي هي اول رسمة على الشمال، في هنا عندي كل سويتش فيهم different VLAN، والانتراكشن بالحالة دي بيتم من خلال الديستريبيوشن سويتش، مع اختلاف الكيبلينج ما بين كل رسمة والتانية. ممكن انا اكون طالعة بأبلينك واحدة او اكتر من أبلينك، ودي اللي بتفرق ما بين اي رسمة والتانية، عدد الأبلينكس او عدد الكيبلز اللي انا طالعة بيها أبلينك، بحيث ان لو حصل اي disruption في اي وقت ما بين الاكسس سويتش اللي طالعة باتنين كيبل دي، يبقى ستيل الكونكشن اب اند رانينج. تمام، كمان ممكن في كونسبت تاني اسمه الاجريجيشن على مستوى الشاسيه، ان عندي اتنين يونت في نفس الوقت بياكتوا كانه هما يونت واحده، وده احنا قلنا فعلا على مستوى الديستريبيوشن انا ما عنديش يونت واحده، انا عندي اتنين يونت، الاتنين بياكتوا كانه هما يونت واحده، بكونسبت في الاتش بي اسمه الاي ار اف، او ان جنرال اسمه الستاكينج. تحت كل ده تحت مسمى الهيراركال نتورك موديل، ان انا بقسم الكونكشن على مستوى السويتشز بدايه من الكور ومرورا بالديستريبيوشن ووصولا للاكسس. الكونكشن دي اسمها الهيراركال نتورك موديل. تمام، زي ما ظاهر قدامي هيد كور ديستريبيوشن اكسس، وفي اي كونكشن او اي فيلان عايزه انتراكت ما بين ديفرنت ديستريبيوشن، في الحاله دي الانتراكشن هيتم من خلال الكور. والكرييشن في حالة المانجمنت VLAN هيتم الكرييشن الفيلان دي على الديستريبيوشن سويتش، والفيلان بتاعت اليوزر نفسها هتتكريت كمان على الديستريبيوشن. يبقى عندي تو VLAN، مانجمنت VLAN والاكسس VLAN او اليوزر VLAN، الاثنين هيتكريتوا على الديستريبيوشن، واقدر ان انا اكسس الديستريبيوشن سويتش او حتى الكور او الديستريبيوشن من خلال المانجمنت اي بي ادرس بحسب السكيما او حسب الاي بي ادرس المفروض ان الديزاينر عمله. الرسمه دي بتوضح الكومبارزون ما بين الراوتر واللاير 3 سويتش فانكشناليتي. لو تلاحظوا انه الراوترز بستخدمها كواين كونكشن، واللاير 3 سويتش مش بقدر ابدا ان انا استخدمه في الواين كونكشن. طبعا الاثنين سوفت وير بيست. كمان الراوتر طبعا بيبروفايد ام بي ال اس والفي بي ان كونكشن بعكس اللاير 3 سويتش، والكوست طبعا بتكون اعلى واغلى في حالة الراوترز. كمان اهم ميزة اللي هي الراوتر بيقدر يأكسس تريجرز،